بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنبتدي معاكم درس قواعد الاشتقاق أساسيات التفاضل والتكامل ريض 811 للمستوى الثالث المسار الواحد. نبتدي ناخذ هدف اليوم إيجاد مشتقة حاصل ضرب دالتين. الهدف الثاني إيجاد مشتقة خارج قسمة دالتين. نبتدي بأول هدف اللي هو إيجاد مشتقة حاصل ضرب دالتين. مشتقة حاصل ضرب دالتين يساوي الدالة الأولى ضرب مشتقة الدالة الثانية زائد الدالة الثانية في مشتقة الدالة الأولى. هيا أشوف معاكم شلون تجيني الدالة. تجيني الدالة بذي الشكل f of x تساوي يعطيني الدالة الأولى ux مع vx بينهم ضرب. هيا أقول كل من ux و vx دالتين قابلتين للاشتقاق. المهم عندي دالتين ضرب بعض. نشوف اشتقاقهم. اني نطبق اللي كتبناه هني. مشتق الدالة الأولى فبايا أقول الدالة الأولى هي يو إكس حطيتها ضرب مشتقة الدالة الثانية فالدالة الثانية في مشتقتها في برايم زائد الدالة الثانية اللي هي في إكس في مشتقة الدالة الأولى اللي هي واي برايم. وبذي الشكل أنا عرفت القانون اللي بستخدمه حق مشتقة حاصل ضرب دالتين. إني نشوف معاكم المثال أو التمرين اللي هو أوجد المشتقة الأولى للدالة f of x. عطاني دالتين f of x تساوي 3x ناقص 1 ضرب 2x 3x ناقص 2 ضرب 2x زائد 5. إني أول خطوة نسويها باي أكتب القانون. أنا جيت وقلت القانون يقول لي مشتقة الدالة اللي بينهم ضرب إيه يقول لي الدالة الأولى في مشتقة الدالة الثانية زائد الدالة الثانية في مشتقة الدالة الأولى. أقول يساوي. أي أشوف معاكم الدالة الأولى معناتها 3 إكس ناقص 2 نزلت نفس ما هي في مشتقة الدالة الثانية. أروح للقوس الثاني وأبتدي أوجد المشتقة 2 إكس لأن الأس هني بواحد فمشتقتها فقط المعامل اللي هو 2. الخمسة أي عدد ثابت مشتقته بصفر لذلك أنا ما حطيته. أصك القوس وأحط زائد. أروح للدالة الثانية. من هي الدالة الثانية؟ هي 2 إكس زائد 5. أكتبها نفس ما هي. في مشتقة الدالة الأولى برجع للدالة الأولى. أقول 3 إكس لأن الإكس أسها واحد فمشتقتها فقط المعامل اللي هو 3. بعدين سالب 2 هو عدد ثابت. فمشتقة أي عدد ثابت هو صفر. لذلك أنا صكيت القوس وقلت هذه هو الاشتقاق اللي أنا طلعته. أي طالع معاكم أن عندي 3x ناقص 2 في 2 زائد 2x زائد 5 في 3. الشيء اللي بسويه بروح أوزع هذه الاثنين في الشكل أوزعها بالضرب ونفس الشيء بوزع الثلاثة. إني نشوف شنو بيطلع عندي. بقول يساوي 2 ضرب الثلاثة بيعطيني 6 إكس. 2 ضرب سالب 2 يعطيني سالب 4. 3 ضرب 2 إكس بيعطيني 6 إكس. 3 ضرب الخمسة بيعطيني 15. نشوف الحدود اللي طلعت عندنا هني ويا تشوف هل ممكن ان انا اجمع الحدود المتشابهة ولا لا. فبلاحظ معاكم ان عندي حدود متشابهة اللي هي 6x مع 6x. ليش متشابهة؟ لان نفس الأس للمتغير وسالب 4 العدد الثابت بجمعه مع ال 15 فيطلع عندي 12x زائد 11. يعني أنا خذيت 6x مع 6x وخذيت اللي هي سالب 4 مع ال 15 فطلع عندي 12x لأن 6 زائد 6 12 وسالب 4 زائد 15 بيعطيني
11. وبذي الشكل أنا انتهيت من هذه التمرين. إني ننتقل إلى الجزء اللي بعده، مشتقة خارج قسمة الدالتين. إني نشوف القانون يقول لي المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام نقسمه على المقام تربيع. نشوف شكل الدالة شلون يكون عندي. f of x تساوي u x اللي هي الدالة الأولى على v x الدالة الثانية. خلني أكتب عليهم ذلين إن هذه هو البسط وهذه هو اللي تحت المقام. نشوف الحين المشتقة شلون بتكون. نقول المقام اللي أخذناه Vx، لأن القانون يقول لي أول شيء المقام، مضروب في مشتقة البسط ناقص البسط Ux في مشتقة المقام على V تربيع اللي هي المقام باخذه تربيع. خلاص، فأنا خذيت القانون لمشتقة خارج قسمة الدالتين. إني نشوف التمرين على هذه النوع من الاشتقاق. أوجد المشتقة الأولى للدالة f of x، وعطاني الدالة f of x تساوي 1 على x ناقص 1. في البداية نسوي نفس ما سوينا في اللي قبل، هذه نكتب البسط وذي نكتب عليه المقام عشان أسهل لنا في التعويض. باي أقول هذه البسط وهذه المقام. نكتب القانون، مشتقة f of x اللي هي f برايم يساوي المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. إني نطبق ونقول يساوي، باي أخذ المقام، خذيت x ناقص 1، هذه المقام صح؟ المقام. نشوف مشتقة البسط، أي عدد ثابت فمشتقته بصفر. بعدين ناقص، ناخذ البسط من البسط 1، فهذه الأولى هي البسط، هالأولى هي البسط. إنزين الواحد الثاني هذه مشتقة المقام. ليش؟ لأن هذه الإكس أسها 1، فالمعامل هني 1 صح؟ فأنا خذيت المعامل وحطيته والاشتقاق. إنزين سالب 1 شنو مشتقتها؟ مشتقتها بصفر، لأن أي عدد ثابت مشتقته بصفر، لذلك أنا حطيت فقط اللي هو الواحد. بعدين أحط قسمة المقام تربيع، فباخذ x ناقص 1 تربيع، أقول يساوي. نشوف هني الصفر، خلنا نأخذ هذه، يلا الصفر بوزعها على ذي القوس كبرى كامل، على ذي القوس صفر في أي شيء يعطيني صفر، لذلك هني كان في صفر وأنا شلتها. ناقص 1 في 1 يعطيني 1، والمقام أنزله نفس ما هو. وبذي الشكل خلصت من هذا التمرين. الحين آيا أشوف اللي بعده. ناخذ ذي التمرين، أوجد المشتقة الأولى للدالة y عند x تساوي 3. إذن عطاني نقطة أعوض عنها اللي هي x تساوي 3. إني نشوف الدالة مع بعض، الدالة تقول لي y تساوي 2 x زائد 3 على x ناقص 2. نفس قبل، أول شيء بكتب إن هذه هو البسط اللي فوق على المقام. الحين بكتب القانون، y برايم اللي هو رمز المشتقة لواي أو دي واي دي إكس. يعني أنا عندي يا أكتب هذه الرمز يا أكتب ذي، فأي واحد منهم أقدر أكتبه، هو رمز للمشتقة. أقول يساوي المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. أقول يساوي، خذت أول شيء قال لي المقام فخذته،
إكس ناقص 2 وكتبت المقام أحطه بين قوسين، بعدين أي أقول في مشتقة البط معناته أفتح قوس ويقول 2 إكس شنو مشتقتها؟ باي بقول لأن الإكس أسها واحد ففقط آخذ المعامل اللي هو 2، بعدين زائد 3 مشتقته بصفر، فلذلك أنا ما كتبته وصكيت القوس. بعدين نرجع للقانون، أحط السالب، هذه السالب هي في القانون، هذه هي نفس هذي من القانون. بعدين أنا أقول البسط اللي هو 2 إكس زائد 3 أحطه بين قوسين، أفتح قوس عشان أحط مشتقة المقام، فباي أقول المقام عندي هني إكس ناقص 1، باخذ الإكس شنو مشتقتها؟ ليش 1؟ لأن هني الأس بواحد فياخذ بس المعامل. زين المعامل من؟ اللي هو هني قبل الإكس، معاملها بكم؟ بواحد، لذلك أنا حطيت 1، ناقص 2 هو عدد ثابت فمشتقته بصفر، لذلك أنا ما حطيته وصكيت القوس. إني نكمل ناخذ المقام اللي هو إكس ناقص 2 الكل تربيع، هيا أقول يساوي، طلع لي بذي الشكل. شلون طلع لي بذي الشكل؟ أي آخذ الاثنين أول مرة أوزعها على الاثنين وعلى الإكس، وآخذ الواحد نفس الشيء أوزع بالضرب على الثلاثة وعلى الاثنين إكس. إني نشوف شنو يطلع عندي، 2 في إكس يطلع لي 2 إكس، سالب 2 في 2 أو 2 في سالب 2 يعطيني سالب 4. أنا بشوف عندي إشارة هني سالبة لازم أنتبه لها، 1 في 2 إكس يعطيني 2 إكس موجب في هذه الإشارة السالبة، لذلك يعطيني هني سالب، خلاص؟ بعدين 1 في 3، 3 وإشارتها موجبة، موجب في سالب بيعطيني سالب 3، وبذي الشكل أنا وزعت الاثنين والواحد. إني نشوف مع بعض هل في حدود متشابهة؟ بلاقي إن عندي 2 إكس سالب 2 إكس مع الاثنين إكس متشابهين، وبعد عندي اللي هو سالب 4 مع سالب 3. الحين طلع لي ذي الشكل من الحدود، باي أنتقل إلى السؤال وبلاحظ أنه عطاني إكس تساوي 3، فهو يبي أعوض وأطلع المشتقة عند إكس تساوي 3، باخذ نفس هاللي أنا طلعته وباي أقول المشتقة الرمز عندي عندما إكس تساوي 3 من السؤال يساوي، بكتب ذي نفسه بشيل كل إكس، يعني بشيل هذه الإكس وذي وهذي وبعوض عنهم بثلاثة، خلاص عوضت عنهم بثلاثة، فباي أطلع الناتج لهم اللي هو بيطلع عندي يساوي سالب 7. وبذي الشكل أنا خلصت من التمرين للمشتقة خارج القسمة. وفي النهاية أشكر لكم حسن استماعكم ونرجو للجميع النجاح والتفوق.